you make me wanna talk back. Talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No. صباح الخير, صباح النور, صباح الوجوه الغزيرة. اختي اللي كتشوفي, عرفتي شحال زوينة. اش كتفيقي الصباح بكري؟ طلعي اختي في البشرة ديالك, دخلي الضربه بواحد التحميمه على الصباح, فعلا تاركه. يا سلام, عرفتو دابا واحد الراحه, واحد الانتعاش كنحس به, راه ما غيحس بيا غير اللي كيجربها كل صباح. المهم اختي, يلا فاق, درت واحد سكين كير خفيف ظريف بلا غام ديال بيادي كوزميتيك. دابا شفت وجهي, عجبني راسي, باقا ما درت لا ماكياج لا حتى حاجه. يلا درت لي لونتي, ودابا غادا نبدا نوجد راسي حيت غادا خارجه ان شاء الله. عندي شي خدمه خاصني ان شاء الله نخرج نقضيها. الله يسهل عليا والله يسهل عليكم كاملين, والله يجعل ابواب الرزق ديما مفتوحه في وجهكم وفي وجهنا ان شاء الله. ونوضوا نوضوا, تحركوا البنات, خدموا خدموا يا اختي, خدموا, راه الخدمه زوينه, اقسم بالله الا زوينه. عرفتي كترجع فيك واحد الطاقه وواحد الحيويه, تتحسي براسك جديده اقسم بالله, خصوصا ملي كيكون الجمعه ما سبحان الله, تربال كيكون هاني وتتكوني مرتاحه. دابا يلا لقيتوني, غادي ندير صراحه ما ناويش نماكي, ما بغاش نماكي حتى غادي خارجه غير خدامه, يعني ماشي غادي خارجه ندور, فغادي ندير غير هاد بنتين ديال لاكازيل عتو زوين, كندير منه غير جوج نقيطات هنايا فن, كيعطي واحد لي في ناتشورال. هذا كنديرو الفومي وكنديرو حتى لوجهي زعما حنيكاتي. عرفتو في واحد المذاق زوين كنت صيبت تاكليه, في واحد المذاق ديال الفريز, راه كندوب بصح يعني درتي هكا راه تقدري تسرطي, ما فيهش شي مذاق اللي مار ولا شي حاجه, بالعكس مذاق زوين. شوفوا انا دابا درت غير شويه, شوفوا لافي اللي كيعطي, كتباني بحال فمك بحالك اخواتي مزمق. انا غنديرو حتى الحنيكاتي, ولكن قبل ما نديرو غندير كريم سوليغ ديال بياتي كوزميتيك, هذا ضروري كنديرو. راكم عارفين في الصباح كتكون واحد الشمس كطمطم, فدائما البنات كريم سوليغ ما تحيدوهش باش وجهكم ديما تحميوه من الحراره ديال الشمس, وما كتحتاجيش تماكي, ديري اختي عي كريم سوليغ, خصوصا الا كنتي خدامه ما تنصحش انكم تماكيو بزاف. والا ماكيتو حاولوا انكم ديوش الفون دو تي, يعني ديروا ماسكارا, ديروا بحال هكا بيناتين, رسموا حويج حجبانكم خفيف, ولكن حاولوا انكم تبعدوا على الفون دو تي خصوصا بالنهار الصراحه, لانه كيزيد يفتح المسام وكيكرفص البشره, وراكم عارفين الانسان كيكون خدام النهار كامل والبشره كتبقى تشرب في داك الفون دو تا تنتكرفصوا على وجهنا. انا كنت ما كنحيدش الفون دو تا, دابا غير الا كنت خارجه ضروري كنديرو بعض المرات الا بغيت نبان زوينه, بغيت نتصور داكشي. ابار سا كندير غير هاد الكريم سوليغ صافي, ما تندير حتى حاجه. والله العظيم الا هاد لاكام رحمه بالنسبه ليا انا, رحمه دائما تنستعملها, منتجاتها زوينين. ملي وليت كنستعملها دابا عام ونص, ما بقيتش كنحتاج اني كل ساعه نماكي, كل ساعه فاش نكون خارجه خصني ضروري فون دو تان فون دو تان فون دو تان, حيت انا كنت كنديرو غير باش نضرك الحبوب, ولكن الحمد لله مع لاكام ديال بيادي كوزميتيك ما بقيتش كنحتاج, حيدت ليا الحبوب وحيدت ليا حتى الاثار ديالو, باقي عندي غير شي حبات هنايا. نتوما عارفين هاد الحبات كيخرجوا مره في الشهر, هادي راه حاجه طبيعيه. بالنسبه للروتين ديالي كيفاش كنستعمل هاد لي برودوي ديال بيادي كوزميتيك, اول حاجه هما فيهم خمسة ديال لي برودوي. فاش كنفيق في الصباح ضروري ما كنغسل وجهي بهاد كريم لافوند, وخصوصا البنات اللي كيديروا الماكياج والله العظيم من هذا خطير. هاد الغسول بس زوين انه كيحيد داك الماكياج من المساء. وانا الصراحه مع هاد الايام وليت كنماكي بزاف, وليت كندير هاد القماش ثلاثه المرات في السيمانه. انا كتبقاي ديري بحال هكا حركات دائريه المده ديال واحد خمسة ولا 10 دقائق, عاد كتغسلي وجهك, عرفتو كيقشر البشره تيعطيه واحد الاشراقه, هانتوما شوفوا اللمع كيعطي واحد الاشراقه خطيره. وملي كنسالي كندير هاد الماسك, هاد الماسك واعر البنات, هذا هو اللي اعتقني, هذا الحب قسما بالله, عرفتو حيد ليا الحبوب, حيد ليا الاثار ديال الحبوب, الحمد لله والشكر لله. سير اختي اللي عرفتيني على هاد لي برودوي, سير الله يحملك الوالدين. وحتى البنات الا كنتو كتعانيو من الكلف, هذا دقه بطله, غير استعمليه وردي عليا غادي تشكريني عليه, لانه غيحيد لك الكلف, كيوحد اللون ديال البشره وكيفتحها مزيان. اخر حاجه فاش كنبغي نعس كنغسل وجهي,
كندير هاد كريم نوي، هذا كنديرو من الليل لليل. هذا ماشي غير كيرطب البشره، البشره ديالك كتولي بحال البيبي، كتولي غزاله، وهاد لاكام كامله طبيعيه 100%، وكتعطيك واحد الاشراقه واحد اللمعه. البنات شوفوا راه ما نحتاجش ندوي، انا قدامكم قسما بالله دابا ما دايره فلتر لا والو، تبارك الله ما شاء الله بشرتي كتبان غزاله. واش باقي نتعقلوا؟ انا بشرتي كي كانت بالحبوب راه تبارك الله كاين واحد الفرق كبير. الا بغيتوا دوزوا لا كوموند غادي نخلي لكم نمرة الواتساب ديالو منين دوزوا لا كوموند، وحتى لا باج انستغرام ديالهم، راه كيديروا لا ليفغيزون في المغرب كامل. فابور دابا من بعد ما درت كريم سولي غناخذ بيناتاند، غنديرو هكا شويه الحنيكاتي، جاني بحال كترت، ماشي جاني راه وقيلا كترت بزاف. اوو كترت، بلاتي نقص بحال هكا، غنبدا استومبي. عرفتو زوين، تيعطيك واحد السر في البشرة ديالك، كتبان بشرتك غزالة. عرفتو تعطلت على صاحبتي مع غدا الخدمة اللي عندي ان شاء الله غنقضيها انا والصديقة نتاعي، فتعطلت عليها بزاف، كنحاول نزرب. اصلا كيف قلت لكم ما غاديش نماكي، صافي ندير بيناتاند. نقدر ندير ماسكارا ولكن ماشي دابا، غناخذ لا تخوز ديال الميك اب ديالي حتى للطوموبيل وندير داكشي اللي بقى ليا. غنديرها ماسكار، ما نديرش الصراحه شي حاجه حتى العشيه الا خرجت ونقدر نماكي. صراحه مشى هي الماكي ولكن دابا ما كاينش الوقت. ويلي 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 الفجعات شريعه ريواد بنات، هادشي باقي كيبقبق والله ما فوق الطابله، يا والله ما فوق البوطه فوق الطابله. اش هادشي زعما؟ تبارك الله عليها، كون انا اللي تنبقى واحد 10 سنين وانا كنطيب فيه. عرفتي الطيبات اللي انا وحق الله تبارك الله ما شاء الله. اختي خصكم تعلموني هادشي الحداقه وداكشي والطق الطق. راكي حادقه كت؟ لا دابا شوفوا انا الحداقه حادقه ولكن ثقيله في كل شيء، ثقيله في الوزن، ثقيله ثقيله في الطيب، ثقيله في الشقه، ثقيله في الماكياج، ثقيله في الخروج فاش كنبغي نخرج، خاصني هي وما لونها باش نلبس ونخرج، كلشي اللي جا على بالكم ثقيله فيه. ايوا يا اختي زعما شنقول بنت خالي الله يعطيها الصحه، جايه ضيفه عندنا وفي الاخر نعطي الكوزينه الطيب. اصلا هي ماشي ضيفه اولا. نوض اختي ولا ما نوضش؟ نوض قولي الصراحه. والله يا اختي حتى كنوض نطيب. ايوا مسكينه هي ما قصراتش الله يعطيها الصحه، باين داكشي بنين. اي صراحه ما نقدرش ناكل دابا، نتسناه واحد شويه تيبرد، واخا هو حلاوته تاكلي هو سخون. هي دابا راه ماشي سخون، دابا راه العافيه شاعله فيه، راه ما تقديش حطي في يدك. الصحه والراحه الغزالات. يلا لقيتوني ساليت، ماشي ساليت الخدمه كامله اللي عندي. المهم انا خدمتي ما بين الدار وما بين برا، كل مره فين الحمد لله كلشي داز بخير وعلى خير. واليوم عاوتاني حققت واحد الانجاز اللي كبير بزاف بالنسبه ليا، وكنقول الحمد لله والشكر لله. نهار على نهار كنزيد نتاكد انه انا قويه وانا نقدر نحقق اي حاجه ان شاء الله، حتى حاجه ما مستحيله. حتى نتوما كذلك والله العظيم ما تقدروا تحققوا بزاف الحوايج. فانا اليوم مقعداني فرحه، الحمد لله الحمد لله والشكر لله. الله يسر لكم، الله يسر للجميع. والله العظيم قسما بالله البنات الى سبحان الله العظيم، فاش كتخدمي فاش كتعولي على راسك تتفرحي. المهم انا دابا كنحس براسي فرحانه، ونشارك معكم هاد الفرحه هاد الاحساس اللي كنحس به. والله يسهل على الجميع. يلا لقيتوني دابا ساليت، مشيت حطيت صاحبتي في دارها، ودابا جيت عند ماما حنان الغزاله، غادا نطلع عندها اليوم لانيفيرسير ديالها. صراحه باقا ما جبت لها لا كادو لا والو، ما ساليت الصراحه. قلت اليوم خدامه بزاف، جاني الجوع، غنشوف واش موجوده شي حاجه ناكل. قولي جاية تقولي لا جويوس انيفيرسير ولا جاية تاكل؟ اختي وقت كسكروت هذا، والنهار كامل وانا كنطوطح حفتي رجليا ضروني وعيت. ايوا نمشي نطلع عندها ندير اختي معاها كسكروت، حتى ما كانتش دايره الدنيا مسكينه. بعض المرات كتكون ما معوله زعما تصايب الغداء ديك الساعه ولا تصايب العشاء ولا تصايب كسكروت، عا كنبان لها انا وكتخلي ما تحط. الحمد لله هذه محبه من عند سيدي ربي، وتا انا صراحه كنبادل نفس الشعور، فالله يخلينا لبعضياتنا.
عرفتوا البنات كلي كنت ترعد وخايفه ولكن بغيتش نخاف ان شاء الله ما يكون الخير باذن الله يا ربي. المهم خرجت من عند ماما حنان مشيت غير للصالون صيبت شعري قلت زعما ندور في الحيله صعيبه ليا بحال غدا نهجروا الله يحفظ الله يحفظ ما غاداش نهجروا ان شاء الله. مشيت اختي صيبت شعري قديت حجباني صبغتهم. المهم اختي قلت نتهلا في راسي شويه الصدر ودلي شويله هذا ما بغاش نبكي حيت خايفه ديال بصح. وقفت بيا الطوموبيل في لوطوروت وانا يلاه درت المازوت يلاه درته قسما بالله ناري وقفت بيا ناري ومشكله الليل يعني ماشي حتى بنهار يعني طاح الظلام فهمتوا باقا الدنيا عامره ولكن طاح الظلام وسط لوطوروت جاب الله انا بعدا عرفتو كنت شاده ليسر يعني الطريق السريع وجاب الله حسيت بها هكا باغا توقف وما تيقتش قلت ما يمكنش الطوموبيل غتوقف قلت واقيلا كاين شي مشكل قلت نوقف على جانب على اليمين نحلو ساعة وقفت بيا الطوموبيل وما بقاتش بغات تزيد عرفتو واش غنقول لكم كنموت بالخلعه ولكن انا مرضيه الوالدين انا مرضيه الوالدين الحمد لله لانه عرفتو انا قلت ما يمكنش غادي قلت دابا المشكله اللي عندي ان ما عنديش في التليفون اللي كنصور لكم به وهو اللي كنخدم به عندي واحد المشكل في الواتساب ما خدامش ليا وما عنديش حتى الكارت سيم يعني التليفون ما فيه لا كونيكسيون لا ابل عاديه لا حتى حاجه البنات وصافي وانا نقول غنديرها في يد الله حطيت تليفوني هنايا وسديت على كل شيء وخرجت من الطوموبيل بس زعما نشير على اي طوموبيله بانت ليا عرفتو اول ما نزلت يلاه حطيت رجلي وانا نشير جاب الله كان طاكسي ووقف لي الطاكسي كانوا معايا واحد الناس تما مساكن صبروا عليا قلت له الله يرحم الوالدين عاوني ديني غير ندير المازوت قال لي واش تخلي الطوموبيل هنا مع راه ما ممنوع تخليها هنايا يلاه بغى يعاوني كنت غدا نمشي باش ندير المازوت هما يجيو الصطافات ديال البوليس زعما اش نقول لكم اقسم بالله الا كاين الامن والامان في بلادنا وحق الله ميم با كنقول لكم دقيقه ولا جوج دقائق وقفت بيا الطوموبيل وقفوا علينا البوليس صافي جاوا عندي قالوا لي شنو المشكل كانوا كيسحبونا دايرين اكسيدون مع الطاكسي صافي شرحت ليهم شنو كاينو هادي قالوا المول الطاكسي صافي غير سير حنا غادي نعاونوها وصافي جا عندي البوليسي شرحت ليه المشكل اللي عندي قال لي صافي عاد غير واحد 10 دقائق ونجي وانا اختي كنتسنى فيهم وان شاء الله يخرج هادشي على خير باذن الله عرفتو كلي كنترعد غتقولوا كلك كترعدي وعلاش كتصوري لينا لانه باغا نتلاها البنات يعني الا ما تلاهيتش معاكم دابا في هذا الوقت بالمجا وجلست كندوي معاكم قسما بالله تنتسطى انا راه انا خوافه انا في هذه المواقف خوافه اسكتو كحالته من عند بابا الا بقى خلاني نخرج ها وجاكم ايوا قلت لكم ماش كنت باغا نقول لكم عاوتاني نسيت وصافي اختي انا كنتسنى بعدا قلت للبوليسي عافاك عطيني التليفون ديالك نعيط غير على خويا اسامه لانه كان عارفني جايه في الطريق وكان عارفني قربت نوصل الدار الو غيتشغل بالو الى عرفني زعما الى شافني تعطلت وداك الشيء فقلت ضروري نقولها لي هاي وقيلا صطفيت جايه وقيلا انا ما عرفتش كاميو هذا لا كاميو وقيلا قلت لكم جاب الله خديت التليفون من عند البوليس وعيطت على خويا دويت معاه قلت ليه شنو كاين عرفتي تخلع مسكين قلت ليه بلا ما تقولها لبابا حيت بابا غيتخلع انا ملي غنمشي للدار غنقولها لبابا اصلا غيشوفها في الفيديو انا غنقولها ليه ولكن في ديك اللحظه بابا من النوع اللي دغيا كيتخلع وراه سي نورمال انك تخلع على بنتك يا ربي تخرج هاد الليله على خير يا ربي تحفظني اللهم اني استودعتك نفسي من كل شر يا ربي تحفظني يا ربي تحفظني يا ربي تحفظني يا ربي تحفظني كويدات هذا نهار اخر. المهم امبارح فاش وصلت للدار وصلت عيانه بقيت صورت لكم والو مبقيتش قلت لكم شنو درت فالمهم نطمنكم الحمد لله كلشي داز بخير على خير رجعت للدار هي هذيك 5-5 الحمد لله بحال ما طات حتى حاجه وشنو كنت باغا نقول لكم اخر واحد السؤال ديما كيجيني بغيت نجاوب عليه باش صافي يعني نسد داك الباب ما كاينش لا زعما
نطولوا في الهضره، لانه الا باقي نتعقلوا فاش كانت اختي غاده لتركيا كنا كنلمحوا بانه غدا نمشي نتبعها، لانه فعلا كنت كنوجد غير الباسبور ديالي باش نوصل عليها. كنت باغا نمشي معها الصراحه في نفس الطياره، وكنت ناويه نمشي والا كنتفاجئ ان الباسبور ديالي وفى، لانه الباسبور ديما غير كتقرب 6 شهور صافي ما كيبقاوش يقبلوك في المطار، خصك ضروري تجدديه. داكشي ما خداش ليا صراحه الوقت بزاف، تقريبا 8 ايام بالضبط وجد ليا الباسبور ديالي. وتبديت يلا اختي بديت كنجمع حوايجي، هي هذيك مرضت كانت ضرتني ودني وتزاد عليا الحال بزاف، وهي فين لقاو عندي داك لقاو عندي الحلاقه مقيحين، لقاو عندي حتى هي ودني فيها فيروس وداك الشيء. والمهم ملي ساليت اختي من ديك المرضى وهي تشدني الدرس عاوتاني، ملي سالات الدرس رجعت كضرني ودني، ولكن هذه المره ماشي ودني اليمنيه، رجعت كضرني ودني الاخرى. المهم هذيك الشهر ولا شهرين بحال هكاك ديال الصيف دوزت كل مرض، عاد كنوض من وحده كنطيح في وحده، كنوض من وحده كنطيح في وحده. هذاك الشيء علاش ما كتبش وكنت عطلت على السفر، هذاك الشيء ما بقيتش مشيت عند اختي، يعني بدا كيدخل بحال قلتي ماشي بدا كيدخل البرد، حتى دابا باقي الصاد، ولكن صافي بدات القرايه وداك الشيء. قلت حتى تركيا ما غاداش تكون زوينه زعما بزاف بحال الصيف، بالصيف كتكون حسن. وزائد كانوا طراو فيها شي مشاكل مؤخرا، راكم شفتوا كل شيء على عينيكم، فصراحه ايفيتيت انني نمشي ليها. هادشي اللي كاين البنات، زعما ما كاين حتى شي حاجه اخرى، لانه كنشوف دي كومونتير كيقولوا لي واش ما بغاتكش من جد تجي عندها، واش راجلها اللي زعما قايل ليها ما تجيش عندها، عرفتي واحد الاسئله وواحد زعما الهضره تتقال حشومه كاع انها تتقال. هذاك الشيء علاش بغيت نوضح، فما كاينه حتى حاجه من هاد الهضره. وبغيت نقول المتابعين ديالي الا سمعتوا اي اشاعه شي واحد كتبها انا ما قلتهاش بفمي، عرفوها راه ما كايناش نهائيا، اختي راه كتبقى اختي، راجل اختي كيبقى راجل اختي بحال خويا على راسي وعيني. يعني وقت ما بغيت نمشي عندهم راه غنمشي عندهم بعيني مغمضين. الحمد لله علاقتي انا واختي غزاله، ما كاينش بحالها، كل نهار كتزيد تحسن كثر وكثر، ديما كندويو. راه ماشي بالضروره انه مثلا غادي نصور لكم انني كندوي معاه شاك جوغ باش غتيقوني، فاللي بغيت يتيقي يتيق، اللي ما بغاش كيبقى براحته. زعما ما محتاجاش انني ندير واحد التبرير اللي كبير، فقط المتابعات الغزالات اللي كيتسائلوا ودواو بشكل محترم وسولوني راني جاوبتهم. هادشي اللي كاين البنات، ونقول لكم السلام عليكم، تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.